أمير كرارة، كان روبي ولا كان الطرف الثالث هو اللي نوّر الكلوب في حياتك؟ أه الطرف الثالث طبعاً أكتر من روبي، مم. برغم أن أنت اتعرفت وابتديت تتعرف على مستوى العالم العربي من مسلسل روبي تمام، هو يعني مسلسل روبي كان انتشار أكتر في العالم العربي طبعاً أه في لبنان وسوريا والخليج وبتحبوا المسلسل لأنه موضوع جديد و حلقه الناس كانت بتحب دايما مسلسلات التركي بس ابتدت تشوف نفس المواضيع على تسعين حلقه وحلقات كبيره بنفس اللغه بتاعتنا فابتدت الموضوع يتحس اكتر يعني بس طرف ثالث طبعا قريب مني اكتر وقريب من الشارع المصري وقريب من المصريين قريب بعد. منك ازاي انت مش الشخصيه دي يعني <applause> دول تلات شباب من مناطق عشوائيه بيواجهوا مشاكل كتيره جدا تلات شباب بلطجيه يعني بصراحه بص اقول لك على حاجه هو هم مش بلطجيه تمام م. ودي مش منطقه مش منطقه عشوائيه وحتى الناس بتسالنا يعني طب انتوا مثلا ليه لابسين كده في منطقه عشوائيه بالظبط انا مش شايف ان انا كل ما بشوف عمل في منطقه شعبيه بيطلعوا العيال لازم تبقى لابسه وحش وبيتكلموا عاوجين بقهم وحاطين الموس في بقهم والمط مش عارف ايه لا لو نزلت المنطقة الشعبيه أنا على فكره الناس كلها بقت تعرف تلبس دلوقتي مم. الناس كلها بتعرف تتكلم الناس كلها بتعرف تركب عربيات الناس بتعرف تجيب موبايل ايه دلوقتي بس انت في الشخصيه دي شخصيه ايه الرايق الرايق ميمي, ميمي ميمي الرايق، بتلبس برضو يعني برده قمصانك طريقه لبسك السلسله مم. يمكن شويه يعني مدروسه يعني مم. ما طبعا بس هي هي تفصيله برضو ان هو كان عايش بره فتره في الاول مم. هو واخوه فشاف بره برضو الناس بتلبس ازاي وبتعرف تتعامل ازاي بس لما رجع في منطقته اللي هي المنطقه الشعبيه والحاره بتاعته مم. مع اهله واصحابه برضو عنده تاتش ان هو بيعرف يلبس يعني مين اللي اختار لك بتاع شعرك؟ عبير الانصاري هي اللي ملبسه الناس كلها في المسلسل يعني و عامله عامله شكل كويس بصراحه يعني دي الستايلست اه عبير اه وهي اللي قالت لك طول شعرك واعمله ضل الحصان بالظبط انا كان لازم اغير بصراحه مم. انا قلت لها عايز اغير الموضوع طبعا ده لان روبي كان 90 حلقه الناس بتشوفني كل يوم بنفس الشكل نفس الشكل نفس الشكل فيعني يعني هتخش رمضان تلاقيني بنفس الشكل هتزهق مني مم. فانا شايف ان الممثل المفروض كل عمل بيدخله لازم يبقى ماشي مع الشخصيه اللي بيعملها يغير في نفسه شويه عشان الناس تقدر تتقبله ما تزهقش منه يعني طرف تالت الناس حاسس ان الناس متفاعلة معاه اه بصراحه يعني انا مبسوط في رد فعل من الناس جميل قوي على الفيسبوك والحاجات دي كلها طبعا وملموس اكتر في الشوارع ومن الناس والناس مبسوطه منه الناس بتشوفه الحمد لله يعني ايه اللي جذبك في شخصيه ميمي الرايق جذبني في الشخصيه ان هو واد ابن بلده وجدع وقريب من الشباب المصريين يعني حتى بيقول يعني اللي يسالني يقول لي مثلا ايه انت عملت دور راجل ابن بلد وشعبي بس انا شايف ان زي ما بيقولوا ما فيش ست مصريه ما بتعرفش تعمل ملوخيه ما فيش راجل مصري ما بيعرفش يعمل ابن بلد مهما كان مين لان فعلا المصري ابن بلد حتى لو كنت انت يعني من منطقه اخرى وطريقه الكلام طيب وطريقه المشيه الحركات م. عملتها ازاي عملتها ازاي انا برضو عايز اقول لك انا مش من جاردن سيتي يعني انا <applause> انا اصلا من سراي القبه والزيتون يعني منطقه برضو كلها اولاد بلد وطبعا جاردن سيتي كلها اولاد بلد بس بتختلف طبعا طريقه اللبس وطريقه التعامل في الـ في الـ من واحنا صغيرين طبعا فرق التربيه وفي بنلعب في الشارع بس شوف يعني شفت نماذج شبه دي اكيد طبعا مصر كلها نماذج شبه دي لان مصر كلها شباب جدعان بصراحه مم. يعني ومحبطين بقوا محبطين والثلاث شباب اللي في اللي في طرف ثالث محبطين حتى بعد الثوره ودي المعالجه الجديده إنه ان بعد الثوره شكل مصر عامل ازاي آه طبعا يعني الشباب بتحاول تلاقي اي مخرج ان هي تطلع منه عايزين يعملوا اي حاجه بس آه في ناس طبعا فوق بتستغلهم ان هم عايزين يعملوا حاجه فبتستغلهم بطريق غير شرعي طبعا انها تعمل حاجات بس من جواهم هم عيال ولاد بلد ونفسهم يبقى كويسين فعلا انت في طرف ثالث قررت تبقى ممثل انا قررت ابقى ممثل من آه من حوالي سنتين كده بصراحة من حوالي سنتين من حوالي سنتين امتى ضربت كرسي في الكلوب؟ قلت انا هغير الكارير تماما، ده انت كنت لعيب طايره وبعدين موديل وبعدين مذيع <applause> برامج منوعات، امتى قررت انا هبقى ممثل؟ اقول لك على حاجه، انا اصلا ابتديت ممثل، انا كنت عامل حاجه زمان اسمها شباب اونلاين مع هلا خليل، كنت انا واحمد الفيشاوي ولقاء الخميسي م. وكنا طالعين جروب كده مع بعض، وبعدين لقيت ان بيتضرب فيا كرسي في الكلوب كتير، كل ما بعمل حاجه ما ما بلاقيش شغل بعديها، بيتضرب فيا كذا مره كرسي في الكلوب بس من السنه اللي بتاعت مين اللي كان بيضرب فيك الكرسي في الكلوب ده انا ما يعني يمكن نصيبي كده يعني ما اعرفش بس ما فيش حد معين اقدر اقول لك هو كان بيع... عايز يعمل فيها حاجه او يؤذيني مثلا يعني طب خلينا اقف هنا واخرج فاصل وبعد الفاصل يعني. بقى نبتدي ندخل في عمق يعني الحوار ونشوف مين اللي كان بيضرب فيه كرسي في الكلوب اكيد يعني ولا هو اللي كان ربما بيغلط مش يمكن يمكن فاصل <applause> ونرجع لامير كراره <applause> سالتك قبل الفاصل امتى قررت تبقى ممثل وكان قصدي في السؤال امتى قررت تبقى ممثل بجد مش ممثل لطيف يعني اللي هو مساء الخير واد حليوه وكذا ومر من على الشاشه كده وعدى من قدام الكاميرا ممثل ممثل طرف ثالث مم. انت ممثل الحمد لله امتى قررت تذاكر اه من المواطن اكس بصراحه مم. وكورس في الكلوب ده انا ضربته على نفسي مم. فعلا لان انا ما ايه؟ لا كنتش بركز بصراحه مم. يعني بعترف بعترف طبعا طبعا يعني ومش ندمان طبعا على حاجه يعني بس انا كان زي زي اي شاب نفسه مم. يطلع في التلفزيون ويستشاور عليه تقول لك ده مشهور ده مذيع ده ممثل مم. وبتاع هل الوسامه يعني كانت طريقك الى الشهره كنت عايز تبقى مشهور و... وانت يعني ما شاء الله يعني فحبيت م... تبقى مشهور آه مشكله انا كنت فاكرها كده مم. كنت فاكرها بالوسامه وبالحلاوه والشاب الامور والجو ده بس ما نفعش <applause> <applause> فقلت لا خلاص بقى لازم اركز بصراحه مم. شويه وضربت كرسي في الكلوب على نفسي وركزت بصراحه من المواطن اكس <applause> و... ولقيت رد فعل كويس جدا من الناس والناس ابتدت تقول لي ايه يا ابني ده, ده انت ده انت ممثل وابتديت حتى بعد ما روبي كان شخصيه مختلفه تماما طبعا عن عن طرف ثالث بس لقيت بعد طرف ثالث ال... الاراء كانت احلى بكتير جدا جدا جدا, جداً يعني من ناس ناس انا بحترمهم وبثق في رايهم طبعا وزي الاستاذ عمرو اديب طبعا طلع كان من كام يوم قال عليا عامل دور كويس مم. وشريف منير لقيته بيكلمني بيقول لي استويتي وعايزه تتاكلي وبتاع وقعد يهرج معايا <applause> اتبسطت يعني بسطت الناس شايفاني فعلا بقيت ممثل كويس فالحمد لله دي دي نعم يعني كنت دي نعم. متخيل انك ممكن تبقى ممثل كويس وانت بتقدم برامج زي ستار ميكر ومين يقول الحق او حاجه كده كنت متخيل ان دي سكة ولا كنت سعيد ببرامج المنوعات كنت مبسوط طبعا بس كنت عارف ان انا دايما مش هكمل في البرامج لان انا عايز اقول لك بكل امانه انا مش مش اعلامي يعني انا عمري ما كنت هبقى زي حضرتك ولا زي عمرو اديب ولا زي يعني انا مش مش سكتي انا كان طول عمري بقول لطارق نور مثلا انا عمري ما هلبس بدله واقعد احاور حد ان انا مش يعني مش لعبتي لا فانا عارف ان هي كانت فتره او مرحله في حياتي وما كنتش هكمل في ده بس كان طول عمري نفسي اكمل تمثيل وبس مستني الفرصه اللي تيجي اللي تخليني فعلا المع في الدور ده وده كان طبعا كنا شغالين في مسلسل المواطن اكس فده لمعني شويه برضه او اتحطيت لاول مره في دور يناسبني ويبين امكانياتي كممثل الحمد لله روبي نقطه تحول في حياتك 90 حلقه بتعرض في العالم العربي كله مين البطل ماكسيم خليل ولا امير كراره؟ انا شايف ان المسلسل كله كلهم ابطال بصراحه يعني يعني ماكسيم خليل طبعا ممثل هايل أنا بحبه كممثل طبعاً جداً مم. أه بس أنا شايف بصراحة يعني اللي استفاد أكتر من المسلسل ده مكسيم خليل مش أنا مكسيم استفاد أكتر؟ طبعاً. ليه؟ أه مش عارف يعني بس أقولك بصراحة أنا ما كنتش مركز في المسلسل ده خالص والمسلسل كويس والمخرج كويس والممثلين مم. كويسين والراجل المنتج أديب خير كان راجل محترم بس احنا كنا طالعين ساعتها من موضوع اللي حصل في البلد ساعتها مم. كانت الثوره وي 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 فتخيلت لما اروح اشتغل واصور في حته بره بلدي وسايب هنا بيتي وسايب ابني وسايب كل حاجه مش مركز وشايف البلد اللي بيحصل فيها فانا مش راضي عن نفسي يعني في مم. في روبي فهنا برضو كان في كرسي تاني في الكلوب فوقك الكرسي ده انا اللي انا اللي انا اللي عملت في نفسي كده يعني انا اللي مم. قلت أضرب كرسي في الكلوب السنه دي لازم اعمل حاجه كويسه تكسر الدنيا تاني مع اني عايز اقول لك على حاجه ما حدش واخد باله من الموضوع اللي انا بقوله ده يعني كل الناس فرحانين جدا بروبي كله بيقول لي مبروك وتحفه وهايل و و و وعايز اقول لك انزلي انزل بيروت ولا سوريا ولا الخليج انا ما بعرفش امشي في الشارع انت مش مم. فاهمه يعني لا انا فاهمه والله العظيم لكن لكن فعلا ده حاجه مختلفه تماما يعني علاقتك بسيرين عبد النور كانت عامله ازاي جميله سيرين حبيبتي ولحد دلوقتي آه بس طبعاً. دايما لما بتتكلم تتكلم على ماكسيم حتى في البرامج في كل حاجه تتكلم دايما على ماكسيم مش عليك آه والله بص يعني هو كان شغلهم اكتر مع بعض في في المسلسل طبعا وهم طبعا برضو بحكم سوريا ولبنان فهم على طول بيشوفوا بعض قريبين من بعض والحالة بتبقى قريبة من بعض أكتر وانا كنت بنزل مصر كتير بروح واجي أه بروح هيجي كل اسبوع فطبعا هم يبقوا اصحاب اكتر يعني متهيألي يعني او هي ممكن تكون ارتاحت في الشغل مع ماكسيم خليل اكتر بس انا بسطت برضو معاهم في الشغل قوي يعني كانت تجربه ما غارتش من, من يعني سيرين عبد النور وجميله ولبس حلو وقصير وكده ما ما كلمتكش بقى مكالمه كده قالت لك بقول لك ايه خلي بالك لا 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 خالص <applause> لا لا خالص 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 لا لا والله خالص اكيد اكيد <applause> لا خالص حاسس ان روبي صالح بينك وبين الجمهور اللبناني بعد دي والمشاهير كان عندك موقف وما سلمتش على البنت اللي فازت وكلام من ده وقالوا كان زعلان واتقمص تمام لا انا كنت يعني كنت زعلان اي حد بيخسر انه يعني بيزعل انه بيخسر م. بس ان انا ما سلمتش عليها لا انا سلمت عليها بس يمكن المخرج هو اللي ما جبنيش وانا بسلم عليها دي حاجه ترجع له يعني بس انا ما زعلتش ان كل حد بيسالني انت زعلت الجمهور اللبناني بصالح الجمهور اللبناني انا بحب الشعب اللبناني وبحب لبنان جدا وهم شايفين انا هناك ولما رحت تاني بعديها لقيت ما فيش مخلوق زعلان مني من م. في لبنان مش عارف الناس بتقول لي كده لان انا فعلا ما غلطتش انا قلت البرنامج ده لو كان اتشاف في مصر كان هيبقى موضوع تاني خالص السبب عشان احنا فوق ال 90 مليون فتخلي ال 90 مليون دول 50 مليون صوتوا طبعا. يعني انت فاهم ده ده كان قصدي مش قصدي ان انا بقلل من لبنان ولا شعب لبنان بس البنان. اللي بيتعرض في مصر واللي له تواجد في مصر غير العالم العربي كله لا هي مصر هي النقطه معلش مع احترامي مم. لكل بلاد البلاد العربيه مم. اي ممثل اي مذيع اي حد لما بينزل مصر هي دي بتبقى نقطه التحول بتاعته بيتجه بعد كده صحيح طبعا هقف هنا وأخرج فاصل تاني وبعد الفاصل اللي معرفوش كتير ناس كتير عن أمير كرارة إنه حفيد محمود شكوكو نشوف الحكاية دي بعد الفاصل <applause> ناس كتير ما تعرفش انك حفيد شكوكو <applause> انت حفيده دايركتلي يعني مو ولا آه يعني هو بالظبط بالظبط يبقى اخو جدي خال امي يعني آه فاكره لا ما ولا وعيت عليه طبعا ولا وعيت عليه لا 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 طب في العيله بيكلموك عنه بتشوف صوره بيقولوا لك اي حاجه اه طبعا طبعا يعني يعني دايما بيحكوا عنه صوره متعلقه عند بيت جدتي لسه افلامه كلها القديمه التماثيل بتاعته وانت عارفه طبعا الوحيد الممثل في العالم العربي اللي عمل له تمثال يعني صحيح حاسس بفخر بهذه العلاقه هذه القربه طبعا اي حد يتشرف ان جده يبقى شكوك وده علامه ما مش هتيجي زيها في العالم كله يعني بصراحه لسه بتلعب كره طايره لا بطلت انا وصلت كنت في منتخب مصر م. وكنت اصغر لاعب في مصر يبقى في المنتخب الاول ولعبت اخر بطوله في جاكرتا في اندونيسيا بطوله عالم ورجعت بعديها بطلت خدت مكافاه اه خدت مكافاه 300 جنيه ف هتنهب <applause> 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 فطبعا ما ما ينفعش خلاص بتيجي مرحله لازم تشوفي بقى طريق تاني عشان تعرفي ناكل عيش كنت متخيل الطريق التاني ده يوصل للتمثيل ولا كنت شايفه ازاي انا كنت مصمم بصراحه عليه كنت مصمم خريج سياحه لاعب كره طايره كنت مصمم على التمثيل <applause> بس ربنا كرمني يعني مهما حلمت او مهما تخيلت ان انا اوصل اللي انا فيه دلوقتي آه عمري ما كنت اتوقع كده الحمد لله ربنا كرمني اخر كرم يعني. صحيح رفضت دور مع يسرى في شربات لوز؟ آه, رف... اه مش رف... مش رفضته اعتذرت عنه يعني. امم ليه؟ حد يرفض يص... يشتغل مع يسرى؟ مستحيل يسرى طبعا وبالذات انت لسه بتبتدي يعني اه طبعا بس يسرى طبعا على دماغي طبعا وهي ده شرف ليا ان كلمتني بنفسها قالت لي انا عايزاك بعد ما شفتك في المواطن اكس انا عايزاك تشتغل معايا السنه دي. كنت في لبنان ساعتها نزلت من لبنان على الشركه مضيت وسافرت من غير ما اقرا السيناريو عشان يسرى اللي كلمت بس بعد كده طبعا انت عارفه ظروف البلد كانت عامله ازاي ومحدش كان عارف مين هيدخل ومين مش هيدخل وكل التصوير يتاجل هنا شويه وتأجل هنا شويه فدخلت طرف ثالث م. الاول فما كنتش عايز اعمل مشكله للطرفين ان انا الدور زي ما انت شايف هنا مساحه كبيره مم. جدا وما كنتش فاضي خالص فمش عايز اعمل مشاكل اعطل أو حد اوقف حد ولا ما عجبكش الدور؟ لا الدور حلو طبعا تامر حبيب كاتب حاجه كويسه جدا مم. انا بتفرج على مسلسل يسرا طبعا مم. حاجه كويسه قوي وبعدين لقيت ان انا عامل مسلسل الحمد لله كويس فنفتح سكه ثانيه حد مم. بس قالوا لي ما عجبكش الدور مين اللي قالك؟ يعني لا خالص عصافير كده لا 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 بالعكس خالص والله ده الدور ده كفايه انه كان مترشح فيه في الاول متقال شريف منير بعد كده عمرو واكد ده فالناس دي طالما عند شريف منير يعني م. اكيد مش هيرفض دور وحش وتامر حبيبي ما بيكتبش حاجه وحشه بصراحه انتوا جيل في جيل جديد طالع يعني انت ومغني وعمرو يعني جيل طالع عملته مواطن اكس وبعدين عملته طرف ثالث سكتكم رايحه فين؟ سكتنا رايحه فين ده في سينما؟ مع بعض؟ اه أنا أتمنى طبعًا، يعني إحنا أنا وعمرو ومغني إحنا صحاب جدًا، ودي تاني عمل بنشتغله مع بعض، ومبسوطين ومتفقين جدًا مع بعض، وعمرنا ما تخنقنا مثلًا أو حد شايل من التاني أو حد اتكلم إن مين دوره أحسن ومين دوره أكبر. ده دلوقتي آه. ربنا يكرم ربنا بقى وستر. بعد كده يا ربنا يستر ربنا يستر بعد كده آه. عندك أنت سينما حتى لوحدك؟ آه. لحد دلوقتي آه. في مشروع كده احتمال يعني بس مستني لسه أشوف بعد رمضان واشوف هل فعلا الناس بقت واثقه فيا لدرجه ان انا اعمل فيلم لان انا واخد قرار بصراحه او عهد ان انا على نفسي يعني ان انا مش هعمل فيلم سينما وما يتشافش او ما الناس ما تدخلوش او ما يجيبش فلوس او كل العوامل بتاعه نجاح الفيلم أنا مش هعمل كده يعني انا مش هدخل فيلم غير لما اكون متاكد فعلا ان الناس واثقه فيا او حباني ان هي لي فيلم سينما مين ساعدك في مشوارك القصير مم. مين سند امير قرار اه انا بعتبر نفسي بصراحه انا اللي وقفت مع نفسي وساعدت نفسي وبقيت ازق نفسي على طول دايما بصراحه بس في ناس طبعا ليهم ليهم افضال كتير يعني وقفوا جنبي اكيد يعني في ناس طبعا ممثلين كانوا دايما بيشجعوني ان انا اعمل حاجات كويسه وفي ناس دايما كانت بتشوفني بتقول لي كلام كويس فكنت بتبسط يعني اولهم طبعا الاستاذ اللي انا طبعا مثل الاعلى في حياتي استاذ عادل امام فقابلني مره فقال لي انت جبت التمثيل منين يا ده انا بقعد عشان اتفرج عليك فطبعا دي لما حد زي استاذ عادل أوه. امام ده علامه يقول لي حاجه زي دي ان هو بيقعد عشان يتفرج عليا انا ما كنتش احلم ان يقول لي كلمه زي دي لسه بتغني Uh, لا ولا عمري كنت افكر اغني يعني هي الناس بتقول لي احنا إن سمعنا انت هتعمل شريط وتعمل بس انا عمري ما افكر اتجه غنيت ون. اعتقد في ايه في الديو مشاهير في ولا مشاهير أوه. بس انا كنت رايح اتبسط يعني مش <تصفيق> <تصفيق> ايه اكبر كرسي في الكلوب اتضرب في حياتك انا ضربته ولا اتضرب فيا سواء اتضرب الدر فيك والله ما بصي هو فيش كرسي كبير اتضرب فيا دمرني يعني او الحمد لله يعني. اه الحمد لله لحد دلوقتي يعني لحد دلوقتي لحد دلوقتي يعني. بس انا دايما خايف انه الناس بتقول كل ما بتكبر كل ما مسؤولياتك تكبر والناس بتعتمد عليك ودورك يكبر في السينما او في التلفزيون مم. خلي بالك ان قريب شويه الناس هتضرب كرسي في الكلوب فالناس ابتدت يعني ابتدت تخوفني شويه من الحته دي فربنا من نفسنا يعني اه ربنا يستر بس في البدايات قلت لي ان انت كل ما كنت بتعمل حاجه ناجحه ما كنتش بتطلب بعدها بس ده على فكره مش حد مش معناه ان حد مثلا بس دايما طول عمري يعني لما بيجي حاجه مثلا قدامي في دور لحد او حد محتاج حد في شغلانه غير التمثيل حتى تلاقيني م. بحب اقول فلان قاعد شغل ده ممكن نجيب ده بس عمري ما سمعت حد ان هو رشحني في حاجة بصراحة يعني عمر ما حد رشحك في حاجة اه مش عارف ليه لسه بقى صغير في الأول آه لسه يعني. جايز يرشحوني بقى ان شاء الله, إن شاء الله. آه ايه الدور اللي اتفرجت عليه في رمضان وقلت أنا كان نفسي أعمل ده عجبني بصراحة دور أستاذ آه محمود عبد العزيز مسلسل حلو صورة حلوة قوي م. موضوع حلو مزيكا حلوة إخراج كويس قوي بهنيهم بصراحة كلهم وبان الاستاذ عادل اديب يعني انا عاجبني بصراحه الموضوع يعني بتفرج عليه بصراحه يعني بحبه يعني ده بس اللي بتفرج عليه ولا بتفرج على حاجات لا بتفرج على استاذ محمود عبد العزيز على استاذ عادل امام طبعا ده ده حاجه كده لازم ده فرض لازم <applause> لازم اتفرج عليه يعني أه بشوف احمد السقا طبعا أه كريم عبد العزيز يعني بشوف حسب طبعا انا بصور يعني مشغولين لسه بتصوروا لسه بنصور يعني في متاخرين أوه. مش متاخرين بس هو فاضل حاجات بسيطه بنقفل يعني الحلقات خلاص يعني قربنا ان شاء طيب. الله <applause> كل سنه وانت طيب وانت طيب ودي كانت كراسي امير كراره او ميم الرايق في الطرف الثالث وبكره كرسي تاني في كلوب جديد